أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا حوكب الأغنياء آيات اللحاد وصورة البقرة كمدة وحانو فسوى لحجرني كتاب كان عزيز كها تفسير كيسي أنا أسود من صورة البقرة شمس آيات وطوه الرئيس نسوى أخرني إسلام مركة سناء نمريني عشر في نحن الكوانات عشر كي أنا نوحو نقول يا عشر كي تضوي الكوانات وي وحانو ناشاً في قلينا سيدة إلهي عائليه كتاب كيسة يقدر يا فتي الله مركو أو كشا كايو مؤمنين تبشارة وضع وهؤلاء الحريرية وعيد الكافرين قال هذا وحيابه اللي يقول الدين عليه هاي وعيد كبشارة ليس كي رواية مركا الله ميشان وقلونا وغيره ورميا حال الكافرين باهرا وبابنا قال هذا حال كورا وهدنا وحاوية كفار كها باهر ايا بابن كبعد هدنا إلهي وقلونا وغيره ورمي دونا حال الكافرين بابنا كافرين كحال كورا وبابن ككفري ومنافقين كه وهنا نوضعوا هم الدونا وأنهم أسوأوا حالا من الكافرين ظاهرا وباطنا منافقين في إليه كفيهين وإمارة يا كجال من كفيهين كافرين تأو ظاهر إيا باطن مكا في كفار تأو قال هذا عادي له اللي يقام وها كحن أو ككفرة منافقين تهي العيو ظاهر في إسلام سبيه سيجايا باطن كان كفاري كيهين مركا سلاح الزهاب بهذا وهي دباسوين اي اكوهين ايان اما يبيس ايان ضدك مؤمنين تا او مالك يسوى حوية ظاهر كوي فكرة سوم كلا الى يقول سبحانه وتعالى ان الذين قوة كفروا كفيوا اه الهي سواء وحى جنة عليهم فرقوضة اانذرتهم اديكتا يا ام لم تنذرهم امت بجنة لا يؤمنون مهما ايها ينوض الهي لو نزولك أيضا هذه لك في وقت رسول كان عليه الصلاة والسلام قال هذه مركز تاميري أياك ونزولك أي لكن قاعدة وحاجة تمر والقرآن كي نقص عدونا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عبرة مركز عاموي لفظ العموم كيسة أي مركز عبرة نقونا إساء وحال خيرنا أيوه ee hadda markaasi dadku markaasi ku soo degtay la qirin maayo waa way ku far kasta oo sida tan ah dhimin kasta ha joogaani ayaa laga waramayaa
مركا أفوضا يا الله سبحانه وتعالى إن الذين قوة كفروا كفريين وهيكو قدر أمارة يا مفكرين كأبي جهل وأبي لهب ونحوه ما لكن مركا سوحوه ولي أبي جهل إيه أبي لهب إيه نحو جودة أي أمر وظل رجي ذا قال هذا مركا سأجوك أي أمارة يا سلام أي كاي وعديه حوي إسلام كالله ووحي هذا يكس بيه اللي بغدبه إلا أدري إن أدري أسوق مثاي أن إيمان مركز أنا الهين عي غرب أنا عي سلا صهور وحبا إن وحلاش يرينا لوش يرينا أسوق مثا مركز هذا إله إن ذا نحب توكيد ونصبوي الذين كفروا رأسا إثن كيرية جملة اللهين من نقبر كيرية نقول إسا جملة سواء عليهم عن ذلكم أم لم تنذرهم جملة معتل الله نقول إسا أو نحق شيء اسمه إنا إلى خبر كذا سواء كان وحوي سيدة مشهور كأو حوي واسمه مصدر أو مبتدا أو بمعنى مستوينة ابتداء واحد في عشيانه وحوي تعلق الجار والمشهور به وجار فيه مشهور كأي أخو تعلق عليه أنذرتم أم لم تنذرهم منه وحاله أوليا مفرد أو مركز وحوي خبر فيه أو مقدر يهد مستوين عليهم إنذارك وعدمه وي وأنا فعل أو مطبوق الدراسة سابقة مالك إلهي يقول سبحانه وتعالى إن الذين قوة كفروك في يوم إلهي سواء وحى جنة عليهم كركودة إلهي رسول كيسى عليه الصلاة والسلام أيام منك وقت غازي وغيو معاندين تهيسير أبي جهل أبي لهب وليد بن مغيرة وما يتأل مخالف لمنك سناديد قريشة هاي ومعاندين تأهاي أيها مرغة لغاق بوصنا يا إنا المركة سوى حوالي إيمان المركة سلا جسوليني ونبي عليه الصلاة والسلام قوار إيمان سمر جيه يسيد أيها الليه هاي أددتك مركة في المهام عليني سيدا سيد قطة جانو حوالي أيها وكفار عليه بنتان فتك هدان إلهي أكيد صحيح وذلك إذنين وحدة سوء الله شير حلوك وطار معيان سواء واحد جن أو لإلهي عليم فرقودة أأنذرتهم أجكتيا أم لم تنذرهم أمدقنا لا يؤمنون ما هم معايا حير إلهي إني سعيا سيدة كسبتي مركة رسولك الله وحوليها فلا تضمع في إيمانهم إيمان فورها دمع بالي وهو إيمان فورها دمع بالي وأن واحد جله معهم أي إلهي سبحانه وتعالى أوليه وحيابها مركز سؤوه عن عياء إلهي نوشيه يا سبحانه وتعالى والله وحوده ختم الله الله ودبولي على قلوبهم لا تود إلهي ودبولي لا تود عياء إلهي سبحانه وتعالى وكثري وخير نجير مايان دبول كان هذا هو حوية وخضم أو معنوي دبول عادي هو نوشيه مركز مأهن أو مركز ودبوليها لليه مركا رجع أيها المسلمين وحان الله إشارة حق معناها أسلقة والله إطلاق مركا وحوي دبول يا الله إطلاق لكن لا يزن كيسا الوجه له مركا عدم تغيير ما في قلوبهم وحا قلوب طور قصر مرنا وإنه إسم الجريمة مركا خير جريمة وح خير أو جلاية مجلس توليه إليه سبحانه وتعالى أدنى إله قلوب توضع يا الله دبولوه يا الله سبحانه وتعالى وحال إلى ذا قلوب تمركزات الليه استعارة بالكناية ليه أجمارة يا بلاغدة معايا لقلوب كفارتها إله وكوشة بهاي محل أو شيء وكوش بيها أو مختوم عليه والله دبولي باشا مركة وحالة تاني جيد بالمشبه بها يا الله تاني مركة ساميسي وحالة جوشي شيء لوازم تيسا أو خضم يهوي إلهي مركة وحول سبحانه وتعالى ختم الله الله ودبولي على قلوبهم لا بطوضة وعلى سمعهم مغل قوضوا إلهي موالعي سال قوضا أو حال قوضا فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق مكو انتفاع وحعي مغلين أو حق وعلى سمعهم مغل قوضا إلهي ودبولي ودقهن وحق مهدان لقود يسري فلا دعو فيسو فابنها قال له إلهي سبحانه وتعالى المسلمين
هذه وحوية حقا أنا المعرفية كفرين أونا كل ذي سنين أونا مجلدين وحوات معصيه لي مجلس وحيوان كوكا لن تدوي هاي حيوان كو هل دوا ليه هذا سمع واليه أرق واليه معرفية وحي قولا واليه إذا مركزنا هذا وش اللي يقولنا هذه وحبك ما صار عيان مركز بني آدم فهذه سلا صوت كرأوا النغضه وقول الله يلي سبحانه وتعالى إنهم إلا صلعا عامي بلهم الله السبيل وكاسوده الله كتم الله الله وأذبوا لي على قلوبهم لا تصوده إيهو على سمعه مضى الخوض والإلهي وعلى أبصاره مولى إلهي أرقيا شوذنا بشهوة دبولا وعلى أبصارهم أرقيا الخوض والإلهي سبحانه وتعالى بشهوة دبولا ما هو البوحة حوي ولا قؤوا لي إذا أيا صارا أو حقك أسمايا إذا هذا حق اللي وجيري أو حق اللي وفيرين وهو يقول كوم خاس إلهي سبحانه وتعالى وأوي أن الوعب رقى دنيني وحنع في هيليه مجلس سري حيوان في إنه مارك يجيلها إيام يلها مهالكتا إيو مهما قوة قال لي أحده إيام يشو مثلا بو حوالي دفع دوك بعلا يدو توك بعلا هاي إنتا سنو سميم ويانش وحي مركز نعطي لحقيقي لأهي أمرها وعلى أبطاره مولى إلهي سبحانه وتعالى أرقيا شوضني يشاوة دبولا عياه إلهي أرقى والاقى دبولا إلهي أبدا إنتا سمسا يكون منطي وصفات كاس إياشين محا أبضم بأيه ولو محا أصمنا روضه إلا سبحانه وتعالى عذاب عذاب يا أصمنا لعذاب كاسو عظيم قوي ما هذه إلهي سبحانه وتعالى قلوبك أوكد دبولا ويسلس إيهين وحواه إلهي سبحانه وتعالى وهو أولي أبوهي أو أي هلايان عذاب عظيم أي هلايان ولو محاوصوا من أبي إليه نوضها الله سبحانه وتعالى عذاب 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 كاسو عظيم أوي إذ كالتأو حوي حبله إلهي أسمى يوقالي هاي سلعة سعوبة معكي بيران وحوي قلوب في قلوب مصائفة وخير جريني لذا عن خير كل جيسانيني إن الله أوليها خيرك أن كفيرني يا إنت صعبا شر ولا سورة هذا إله أوليها عذاب عظيم يؤسك لي وعذاب قوي أو دائم وي هل كانت مكة وحان هو غصاب حني حال الكافرين ظاهرا وباطنا هل كان وعينك قرينا سبا هريب ما رتيت الجمد وصوق هذا حال الكافرين باطنا ويوضا مركز والا بريدونا إلى المنافقين قال أدعي كتويهين سيد الله ذهب للدونة يتكو قانيسة مركة أخيل أسوي مركة أحواش سودة هي مارسة يدل قودة أيا إلهي سبحانه وتعالى وخوهما يا المنافقين يا إلهي سبحانه وتعالى سيد استيزه ذو جاسنا إلهي أمثال أي أصمين يا حرب صودة أي إلهي سبحانه وتعالى عبين يا ويلو مركاتي وحالو غضو رميا سدح يتوان آيادو ايالو غضو حمد دونا منافقين إلهي لقد قال إن الله على كل شيء قدير انت سأل ويد دونا إلهي سبحانه وتعالى وقو كأخري مؤمنين فإيا خافرين فظاهر إيا بادنا معايا سودة بالله بيري مؤمنين فإلهي وصور هم اتفاق طول يوم عال كودة وعال وسوء حجيه حالو خافرين ظاهرا وبادنا أيضا يجب أن يالو لدي تهروس وشير نبأ وحال إشارة إلى أنهم أسوأوا حالا من الكفار إنه يحوّل الكفار تعادية أي حالته وضعي سحنت ويسميتان معايا إلى وحقا معناها وحقا وحقا يسمع هين من أي شيء كان أيام عدك سؤال وحقا يسمع هين الشيء ذاك المناسق نموي إيمان أنكر الشيء ذاك إلى يقول سبحانه وتعالى ومن الناس ذكر وحى كمده الله يعلى من دول يقول نهاية آمنا بالله إله أيام فمين هي وباليوم يوم في الآخر أو ذنبه والحال هم يغنى معهم أي سنهين أو ذهي الله بالمؤمنين كوهم هي أي سنهين ومن الناس والإله ذكر وحى كمده
من دون يقول نهاية آمنا بالله إلهي أيام خميني إلهي أيام خميني ليه هذا المرء بإيمان الشيطان مناسبين إيه وباليوم يوم كالآخر أو ضمب أو قيامه إيه وحي الله قصرا أو لغوة همال وانو خميثنه إليه قيامه ويه يوم الآخر الله مرعاوي لأنه آخر الأيام ويه أيامه مثل أو ضمب يوهي وهذا مركي قيام أي بعضه ما لنك ضمب يساه مجل لكن أيام كان هذا مناسك الوجه أو قادوي مركا إلهي يقول سبحانه وتعالى ومن الناس ذاتك وحا كمده من دول يقول نهاية آمنا بالله إلهي أيام خميني إيه وباليوم يوم في الآخر أو الدنب أيام خميني نهاية مرك هذا أوقات أو محدودة مياه لولدي إلى يوم الآخر ومو حاله بنين يا أول كأوه هي آخرة أما يوم القيامة إن النقطة الأولى أيضا آخر كيس نؤي الاستغفار في الدارين لبدا الدارو دول وصل ناره أما الجنر أما النار سويه نسو حالا قولا هاي علمو دي لادين وقال او مركز ان حد الهين او مركز الوقت لسه مركز يوم الآخر كيو سن نهاية الهين لأن هذا قيامها ديلا سوا وقت ما هاي ما هنا لبدا هو احتمال كفتا هاي علمو دي لادين والحال ايه سلاس نها يا نو الهي وودا ايا لغا حالينيا ما هم اي سمهين او داهي الله بالمؤمنين كوهم اي سمهين ايمان صدح حركة مجران هذا مرك اليه يكون نوعا بينيا ضد بضن او ايمان شيدانيا الى ايمان صدح بكسوا قابلهم وما هم بمؤمن او الهي وجملة اسياوي مركاسي ومركاسي الدوام اي فائيين اي فائي سمهاوي واليه اليه ايمان كما شكورون في حال من الاحوال حالتك سوى حواسك كمذا ما رجع ولا الصوت عصي حالد الجيوب حالد الصوت عصي شافوي واحد منافقين الشيطان حركة مجنان ما كفوا له الله دنا سبحانه وتعالى يخادعون الله الله عليه خديعة الله يدخل عيان هو معناها وحي الله مثال وحي استدقى عيان وحي إلهي يدخل عيوكلم هاي الله سبحانه وتعالى أيه بين أشياء عيان وواح الله بين أشياء عيوكلم يخادعون الله الله أي أخرى يا نور الهي سبحانه وتعالى مركا هذا ورطان هذا وحوي جوه سؤال ومقدرة سيرا ومثلا بهديلة به لهاي ما الحال لهم على إظهار الإيمان ما الحامل لهم على إظهار الإيمان أيضا لديه السجي محاين من كان كوحا مبارا إيمان أي ظاهر كذان قال لمن أي قريان المركز الذي يتجي يخادعون الله حقيقة المخادعة وقفت انه مثلا هو وقف او ظاهري اما او موسي انه وافقتنه او ساعده وحيابه او دونه او ساعده لكن سلا واقع هو جرسنه وهو مركز وهو كشف غير الله وحيابه مركز او شاقه وحكرا صنعه وكشف غير الله ساقوي مركز هذا معناه وحال قوضا وحي سمينا يعني فعل المخادع قفوة خليعينا يسئل كي سوك علي سمينا إلهي لما قتل ترى لكن قفوة حقك رايوك لانتوب فعل كي سيسمينا يعني مكاسودة يقول لك يخادعون الله الله أيقك رايانو خليعا يعني يقول الذين قوة آمنوهم لي مؤمنين تأيه أولا خليعي ترى غير مؤمنين تا وحي أموجنا يعني اخلاف ما أبدلوه من الكفر فهذا لما هو قصنا يا وحي لاصن سوى حوالي أحكام تعود اليوم إذا إسرائيل فعان أو ما إيه قول الله بنيسن ما القول عن الله بنيسن أيه وحيوي إيمان بي شيغانا يعني أيه وقوء إلاشانا يا الدنيا دو إيه نفسه وقوء إلاشانا إلا جيلا مثلا بقول قال لما الله لده قال إلا قفاشو إن جيز يلا قاله إلا دوليو أري مهاس أي مركاسي قاسان أو قدقانا يا إيمان كاسي إنسان ساسي حالي مصر هذه مركبة ظلم بأي قصد الهيين أحكام تأخوذة إلى إتجادة دافعان هو مركز النهار الغوارة يا عرب الإلهي إيمان قوضه وحونا قالها إيمان خالصه ونقالها لكن ما طمعين أيها يخادعون الله الله أي أكبر يا نود الإلهي يا والذين فوء أمرهم إيه والحال ما يخدعون أي سنتكريني
إلا أنفسهم نفسهم مو يعني إلهي هذا وعوي أيق إلهي إلهي بين أشياء إثنين مؤمنين في أشياء لكن بين تاس يتغفت عسو أيق صلاة من إنسان والحال ما يخ ما يخالجون إلا هي قلادة بعمل أي سنتهي من إلا أنفسهم نفسهم مو معايا وهاليها لأن وبال خلائن تغفت صلاة باس كي ماذا فاجئني إيه ما يوصل صلاة من إنسان أبيه ويكفر لي حبايا إلهي نبي يسوق على عسينا وحي قرن عيان آخرنا والا عقابيا مركا بصوا دي أبنيه أو وحقا صبه وهي أو مركا سقه صبه أو مركا سي باطل كاهاي أيها أصدق أي مركا دمره كتول لابن عيان وحا سوء كتول لابن عيوان الرسول الله سبحانه وتعالى وما يخدعون ما كفر عيان إلا أنفسهم نفسه المويان معناها وحاوليه ويكي ماذا أنت أفعيك بعيسا حتى يشير وما يشعرون ما قرن عينه إلهي وما يشعرون ما قرن عينه إلهي سبحانه وتعالى إن أنت أيضا مركز وحاوليه أي دباسة الكتاب ومعناها وحاوليه مؤسسون أن خداعهم تغرطوا لأسوا لأنفسهم نفسه لأن يكون عيس إن نفسه لأن يكون عيس ما قرن عينه مركا عدك سوخة لأسما يسو او نقفت ما يسو نفت هذا وحي مركا يسو مريق يسو او اير هذا ودباسكو كينا يواي ومثلا بوحاوي غبك توقع هوكالا او وحضاي او وحضاي عيناي حد مركا او قدام ليسانة دباسوها رسيخ صوان غونيسا ارينتان محا او عن الى الحول سبحانه وتعالى في قلوبهم لا صوضا وحاقصوها مرض ومرض عياقصوها مرك هذا مرض كان ومثل مركز معنوي وي ومركز الشرك إلى النفاق وي مركا عمو حال ليه الله ماذا لفت قوض وفصل أنت هو مرض أحيثية هي مد معنوية انت أرتأس خلاجرة سببت أو حوية مناطق مركي وحوية مناطق نمو وكش غين عيه قلوبتي سوحة جرى عبطفة ربضا ووحن أما الوجوء هذا أما الوجوء فشلا أي إسلامي مركز ساوحا خدعا مرة الحكية خدعا مثل معنوي أنا وحوي مثل قلوبتي سأقلنا أيو هذا وحوي مثل حسيا وهو بخد علىنا يا مثل معنوي وهو بخد علىنا يا لو لا تأس متيخ سوا في قلوبهم لا طولوا الإلهي مرض مرى الأياه الإلهي مشي أياه قلوب طولوا كجاوي فزادهم الله ألا وحو إزيادنا يوضع ألا سبحانه وتعالى مر الله مر العيو إزيادنا أيها ومناصرنا مقلبه ورجسه قال مر العيسى أيها مر الكر إليه إزيادنا مر فسوحات ملاية إما أنزله من القرآن صح إله يسود جينا قرآن خاص هذا القرآن كيف تفرنا قرآن كمر والبعيه مرسل يسود وإبا فوقها مرسل كان مر القصير عايا مركا قلوب صورة مروى الضوء حاسيب بخشنايا قرآن كاف إلهي سبحانه وتعالى ويسود بجنايا وقرآن في نزول فيه سنة مرى له فيها مركا هرنا مناسبة نمع يا قلوب صورة جهتي مركا أثناء مرى لك مرى الله أطيق قرآن مروى الضوء حوية مناسبين كوا إجفيه فزادهم الله ألا وهو إنسي يا دين أو دهالة سبحانه وتعالى مرى الله مرى العيوث يا بشي هذا يا يقول له ولهم حاصوا مالي ليه عذاب 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 فاسو أليم وألم وحموسي عذاب أليم لويليه وعذاب آخر ويليه عذاب تسلي تباديئها نال غطفاي أليم نمال غطفاي شدان غطفاي عذاب تاسخون نقونا يا عذاب الآخر ويالي بما في سبب كيسا يا عذاب غصو نارو الإلهي فانو إعادين يجيبون فو خب ينشيك هذا الخوض بما في سبب كيسا كانو إعادين يجيبون فو خب ينشيك هذا الخوض هذا الكإليه نو آمنها أما بما في سبب كيسا كانوا إيهادين يكذبون قوة بينية إلهي نبي إيسا بينية يكذبون ملك الأخيوي نبي بينية أما بما في سبب كيسا كانوا إيهادين يكذبون قوة بينية هذا القوض هذا إلهي سبحانه وتعالى موقف قوض أيو خوة رمية أهلت أمرك وحلى جوي ديو وحي مركة أيكو جوابا يان وحاميت أمرك الأيوب يجريا قبائح دورة فالتماذا أيكو سبيهين هي أحواش ولا فواش قلنا حقيقة هذا مركز حقيقة حقيقة هان لي لهذا وحال عبينا يا مخادعة هذا هو مركز سعيد قتم إلي إلهي يقول سبحانه وتعالى
وإذا واثق يخير لهم لو يرادوا منافقين فاس لا تفسدوها فتهادنا في الأرض أحلبه وكفر كان يا إيمان كان أتكلي حنيفين فتكنا أتكلي حنيفين تدعي مثل إلهي وإذا وفق يقين لهم لو إله لا تفسدوها فتهادنا في الأرض أحلبه قالوا وحي إليه إنما إنك لا تماهن نحن أنه مصلحون فو أرد هذا جايانا أنه إصلاحا كشغينينا أنه شأن غير ما هم إستاذوي أبدا بل نحن محصورون الإصلاح أنه إصلاح يا نخش غيرنا وحاوية وحان إصلاح هين ما آذينه مرك هذا واجهته ضد غن المسيدين على الخيسة ومرك إلا إذا دور وحان جوتية وأمرس وحان قصو غنتي ووح باضرة بها يا أنه ونا الآن خش غينا ونا قفلا دو خش غي إلهي إنه عبيها الأيامهين لكن وحاو أصوي إستشهدته وحوك قرم آيا هذا يسوى فقتنين إلهي وحق أكره ليها وإذا وقل يقيل لهم لو إلهي لا تفسدوا في الأرض أعرضها فتهابنا قالوا حيديهم إنما لا تحسوي فحركة لما صميها هنا نحن أنه مصلحون أعرضك وهذا جنا آيانا وليس ما نحن فيه بفساد لي وحا أنه خصوانا فتهابنا إلهي يسوى كره الدين آيه أيوه روضه على هو أيوه أراضي لكم به والبلاروب لديسته إنهم قوى المنافقين تاهو هم المفسدون وأفوفة تهابين يا أخلاق أيبو حيش يأتين مصلحيهم لكن إلهي بان أهل مفسدين وايو ألا هو إنهم أيبو هم المفسدون وأفوى المفسدين وأفوفة تهابين يا أخلاق ولكن تلك يد الله يشعرنا مقرنا يا مفسدين ويو الإله سبحانه وتعالى أصي يشعر مقرنا يا وإذا وقتي قيل لهم لو يدهدوا الإلهي آمنوا فمايا كما سيدي آمن الناس ذكروه مين آيا ومركي لهم مرافقين في وقت النبي عليه الصلاة والسلام مركي لإلهي سيدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أهو مين آيا رسولك أهو مايا قالوا إليهم أن نؤمنوا ميانوا فمين آيا كما سيدي آمن السفهاء ذكر دبالبعة أيوه مين آيا وأصحابك أيوه حيث لغا آيا بجهالة ووحمة قرصة أيه خلق آيات مرسى أنك قوة صوك لانتون وضوض مخائن لي إلى الحول سبحانه وتعالى وإلى وقت قيل لهم لو يلاهدوا آمنوا فمايا كما سيدي آمن الناس ضدقوا فمايين عيا وضدقا برسولك فمي عليه السلام إيمان قوة وقلواء ما لمسل إلاهدوا قالوا إليهم أن نؤمنوا ميان فمايين كما سيدي آمن السفهاء قوة دبالده جهالده أي فمايين تاسيليهم وذلك تفهدأ ميان أنه كبه سنينا ميان كبه سنينا لا ما كبه سنين ليه فالمدى الحياة الشكية وحالي هذا وفي مروى البطوطة على اللغة وحان مصلحة الدنيا مدعى رؤوس ونين وفي مروى البطوطة على اللغة أياه وحالها الشكية لي تاسول الله سبحانه وتعالى ما تاسول الله سبحانه وتعالى معناه حيكوذ الله نسألك فعلهم فعل كله خلق مينين الله يسيبه كل الدين وحوله على هو براروبي إنهم أيغو هم السفهاء والدهالة مالك يتذكر ليه السفهاء أيغا السفهاء ليه معي لوحة أكاريسة ضد أيغو ضدك واحتشى يا ذاكرة تسلا مالك يتذكر نوحة يتذكر كشفية جان أيغوها أكو قرم أيسا أهلتها أكو قرم أيسا وعدك السؤال وحشية جيسا وعد واحتشى جيسا وهي أي شيء جيسا هنا يأيضوا قصوا هم في أبضان هذا لو قصوا وناسا وعدهم في إلهي الصالحة قدهم في إلهي الحكمة الشيخة منا دعني ضدك مركض لأعينتا هو ضدك دعني وحيالها أي شيء لأن أيضوا قصوا أرى هو أيضا إلهي إنهم أيضوا هم السفهاء هو الضبالة والجهالة ولكن فالكيد لا يعلمون ما قرم آيه ما قرم آيه سبحانه وتعالى هذا ما شان علم يا الله عبر إلهي ولكن لا يعلمون به وعلى إشارة تفه إنه ما كانت أويها شيء معقول أستفيه لمد رحلة يقنوي فتهاد كتب معقول ما هنا لي وعلى أخاء مخوي مالي مركا ما شان علم يا إلهي كعبري ما شهرنا إلهي عيدك ولكن لا يشعرون إلهي سبحانه وتعالى كعبري هذا إله يدور وإله وصيه لقوة أي لقل من المناسقين الذين فوا آمنوا فميه قالوا حيلين آمنا وانفمينه
فهو نزولك آيات دعنا وقوة هاي سيدنا أبو بكر الصديق يا سيد عمر يا سيد علي أيا وحي آلين منك منافق وينها يغعيس المنافقين به الجلوة وقيدوناها عبد الله أويد بن الصلور نك الإلهي بركة أبو بكر وحو خدها هلوم أنت وأصحاب ورعبك يا أصحاب صابك علي إخلاص نلصة مياي أو إيمان كينا إخلاص مياي كده هاي المنافق نمضي بركة تاسعون هاي أيه يحيي هذا مرحبا بالشيخ والصديق سودة وإهمار فيها الشيخ شيخين يوسودة وصديقه وسودة وبطيري وأفنى عنه المناطقين سيد عمر نوح يقول هذا مرحبا بالفاروق القوي في دينه سودة وفاروق القوي جاهدين في سحوق كله سيد عمر نوح يقول هذا مرحبا بابن عم النبي سودة ونبي عليه السلام يا عليك يسوء أيضا بركي وركز بأليه سيد علي أن يفهموا حول هذا عودة سيد علي اتقل عودة ورياه عبد الله يقول ابن سلوه الله تعالى صوله ولا تنافق هنا منافق نمين وضع منافق نمين كذلك مركة سوهوري ما قلت ذلك إلا لفور من إيماني كإيمانكم وضعي أنه هذا الكاف أمتهم إلا إيمان كيف يو إيمان كيف وكريهم وي مركة أي خطها جان أي مركة سوه عبد الله يقول ابن سلوه وهو قد يرجع سعاتيسة هاي هذا لغن أنه هذا أنها استبهه هاي وكا كريه استبهه مركي إيه مادان أمنا استبهه ومؤمنين بان هاي تاسان هاي وفي عن استجسود ووي هوشينا اسكوه بركة هاي أيونا هذا الضب خير درمي أهايين وحير هذين لم تزل بخير ما عشت فينا خير كم الزول يسري هذين انت هذا نغن ونحسو انت ايوه انت هذا أدوك مدح جوته من خير لأياس هاي او أمدنا خير موش هذا فحوي آجي أدباب موحي إلي سساطي بها معالا دوتك لبت الخوض هذا خير بيالا يالإيهين وحاقق نكود إيا قفنا خير بيالها أيي خاقيران هداد أرس وحان خير لهي وحتاقير هاي أيضا خير لهي إن شاء الله تعالى قرآن كان وحبدا نوعاً كفرنا وفيدونا بلك الله وفود هاي وإذا وصل إلا قوة إلا قوة إلا قوة إلا قوة الذين قوى آمنوهم قالوا حيليهم آمنا وانهم إليه وإذا واتي خلوا أي خالين أغضان أي أم يرمانوي وإذا واتي خلوا أي خالين أغضان أي أم يرمان إلى شيادينهم شيادين طوضة شيادين طوضة وحال الوضع قوى مرحبا أهوي لأن وحكا فتقوا بعض لما رحي ليهم قالوا حيليهم إنا عمقوا معكم إينانا هلين تنجين فإن تغمينوا لأن قواتسنا وإذا واتي خلوا أي أخارين نقولان إلى شيادينهم شيادين طولة قالوا إليهم إنا أنه معكم إيهنانا معناها إيهنانا هاليهم مناصر نمضى عياد إليك أجمدنا هاي أي كوضا إنما إنك لا يتبع إنا نحن أنونا مستهزئون في وجه جيسا يهان رهين وأن من خاص ما كان دهيني آمنا أن دهيني وأن مارك يسود ويهيني وكي جيس جيسيني إيمان درنا يا أداهر تانيني إنما إنك لا يتبع إنا نحن أنونا مستهزئون في وجه سيسع يعني إله يحور سبحانه وتعالى الله الله أي يستهزئ بهم كجه سيسع معناها استهزئ حقيقة إله وكان هزهني إله هي استهزئ لكجه سنع الله الله أي يستهزئ بهم كجه سنع استهزئه إله وقوة أول مرنع مجازات كأي وحال أمر على استهزئه ومن بعض المشاكلة لله استهزاء مصر وحوية الاستخفاف بشيء شيء أو الاستخفاف صلوه أولا الحضور اللي داوه مركزون أي الله سبحانه وتعالى الله قال لأ أي يستهزوا بهم كل جهاز الله كل أبا المرمى استهزوا بجازيهم باستهزائهم ويمدهم الله وهو أزيادنايا في ضغيانهم حد قلوب كوروا على أزيادنايا أما ويمدهم الله وأكرنايا وعذاب كسور دجدين مايو في دغيانهم حال يكسرينهم حد قلوب كولا يعمهون حالهم قوم وراسا ويتردد دونه حظ ما رفتها بطنع الأرجاية إلا المناطقين في متلددين واي وكتير دون هذه الإلهة مدددين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء رسول إلهي يعمهون حالهم قوم وراسا أولئك قوى رسول إلهي الذين قوة اشتروا الضلالة بعيدة شرائطين بالهداه نوفو شرائطي بعد أن وحالي لها بدليا ربها
أولئك هو صوت إله سبحانه وتعالى الذين كووي اشتروا الضلالة بارد الشرايطي بارد أي ملكة سي سوء يشتري بالهدى تلوك بدل فيه فهو حوية بارد أي يحيث بدشين وحاقه لا يهلوك يحيث بدشين بارد أي بدشين هذا دي حوية شرها ملكة سادة مثل حقيقي يمها وملكة الشرها كان ومطلق الاستبدال له بعضنا وحي قليسة على الثمن له لكن الله على سلطفه على قوضة هنون كانوا على قوضة الإيمان مركة هذا ثلاثة على قوضة إلى يقول سبحانه وتعالى أولئك هو سؤال الذين فوهوا اشتروا الله على ظاهر الشرعي صول إلهي بالهداة هنون كان بدل فيه هذا مركة هذا هنون كان بارك فوق الشرعيتين ويكسوا يشترين محيكهلين فما أخذ أحد ما يستنفذ كنوع إلهي تجارة تجارة ما يستنفذ فما أخذ أحد ما يستنفذ كنوع إلهي سبحانه وتعالى تجارة تجارة ما يستنفذ ما ربحوا فيها كما ربحوا يبوى بخطارا لمصيرهم إلى النار أبدا سعرهم ما هذا النار يلقوا كجيرا لنا حيث هانيا مالك أصوبه قال فما أخذ أحد ما يستنفذ تجارة تجارة إلهي وما كانوا منع سمعهم مهتدين فوهنون إله وما كانوا منع سمعهم وضعي الله مهتدين فوهنون إله إيسى الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى ملكوا عدي قضاء إحضارة هي عاقبة أمر محروب لجلدنا أمثال وقصر من أيها ملك هذا عشر كان إيسى سوك إلهي والله سبحانه وتعالى أعلم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.